بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. انا عارف ان انا طالع متاخر، بس انا امبارح ما كنتش مستمتع بمباراه الاهلي والهلال السوداني، فقلت حلي بقى بالليل بمباراه وفاق سطيف والرجاء، فرقه منتظر ان هي تاني الدوري المغربي، وهي الرجاء قدام فرقه رابع الدوري الجزائري، وهي وفاق سطيف. يعني احنا بنتكلم على فرقتين، منتظر ان احنا نشوف صدام قوي على مين هيكون اول المجموعه في الفرقتين دول، لان منتظر ان المنافسه كلها تكون منحصره ما بين الرجاء وفاق سطيف وحريه كوناكري. حريه خسر الماتشين فكده حريه مع السلامه للي عايز يمشي. فاحنا دلوقتي الموضوع كله بقى منحصر حوالين وفاق سطيف والرجاء. بس بصراحه للاسف الشديد يعني الكهرباء قطعت، وكان في برق ورعد ومطر، وكان لنا ما يعلم بقى الا ربنا. فحسيت ان انا خسرت جامد ان انا ما اتفرجتش على المباراه المثيره دي. بس لما اتفرجت على الملخص اللي هو لا، ما كانتش مباراه مثيره ولا اي حاجه بصراحه. بس لما قعدت ادور هي ليه ما كانتش مباراه مثيره، مع ان منتظر ان وفاق سطيف كسب حريه على ملعبه وحريه على ملعبه، الاهلي والزمالك ما عرفوش يكسبوه حرفيا. فاحنا بنتكلم على ان حريه كوناكري فرقه من سنه تكسبها على ملعبها. بس لما دورت على فرقه وفاق سطيف كلمتين بس كافلين ان هم يعرفوك مين هو فرقه وفاق سطيف. مشاكل وفاق سطيف الماليه، اكتب بس مشاكل وفاق سطيف الماليه وانت يظهر لك 100,000 نتيجه بحث. والاخير فيهم هو الموجود الاسبوعين اللي فاتوا، وهو فكره ان اللعيبه بتطالب بمستحقاتها الماليه، وان اللعيبه مش عايزين يتمرنوا، وان نبيل الكواكي المدرب التونسي مش عارف ان هو يسيطر على الفرقه، لان الموضوع خرج بره ايده. لان عارفين احنا في يعني الماده بالنسبه للاعيب الكوره اهم حاجه. لعيب الكوره مش بيلعب لان هو بيحب وبيموت في النادي وبيعشق تراب النادي وابن الكيان وابن البتنجان. لعيب الكوره بيلعب عشان خاطر الاموال. سعادتك مفيش اموال، لاعب الكوره هيقرف وهيمشي اخر السنه. وده اللي حصل مع فرقه وفاق سطيف، وشفنا محمد الامين عموره السنه اللي فاتت مشي برده بسبب مشاكل ماليه. فمشاكل وفاق سطيف الماليه كبيره جدا، لدرجه سعادتك ان هم لما لقوا ان ناصر الخليفي راح الجزائر قال لك بس جاي يشتري وفاق سطيف. بس يا جماعه الراجل عايز يشتري وفاق سطيف، الراجل نفسه يشتري وفاق سطيف، اللي هو بسم الله ما شاء الله مش لاقيين اي حاجه خالص. حتى موضوع الرعاه مش لاقيين رعاه اساسا للفرقه. فرقه بتلعب في دوري ابطال افريقيا مش لاقيه ولا راعي. لا 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 لا، مش عارف ازاي بصراحه. بس فرقه بتلعب في دوري ابطال افريقيا وفرقه جزائريه مفترض ان هي عندها تاريخ كبير مش لاقيه رعاه. طب اصرف على نادي منين سعادتك؟ طب دي فرقه وفاق سطيف مشاكلها الماليه بتجبر الفرقه ان هي تادي مباريات سيئه بنظر لجوده اللعيبه المتوسطه. فرقه الراجا بقى ايه علاقتها بالمباريات السيئه؟ ما انا عايز اقول لك ان مارك فليموتس مدرب الراجا واحد من اكتر المدربين اللي بالنسبه لجمهور الراجا مش طيبه، جمهور الرجاء مش طيبه. وليه بقى؟ مع ان الراجل عنده سي في ودرب منتخب بلجيكا. ما مش بالسي في سعادتك، ما احنا عندنا موسيماني ما كانش عنده سي في ولا اي نيله، وجايبينه من سان داونز، وبسم الله ما شاء الله القاره كلها من ايمنها من المغرب، ومدرب ملوش سي في اهو. بنتكلم على مدرب جايبينه من سان داونز. هتقول لي لا كسب دوري ابطال قبل كده، اقول لك بص احنا مش جايين نتكلم على مسيره موسيماني، جايين نتكلم على سي في. بس انت بتقول لي واحد منتخب بلجيكا وواحد بيقول لك سان داونز، اللي هو ما فيش معايير اساسا بالنسبه لموضوع السيفيات خالص انك تقعد تقارن. بس مارك فليموس عنده مشكله كبيره جدا، وهي الهويه الدفاعيه بتاعته. والهويه الدفاعيه مع جمهور بيحب يتمزج بكره هجوميه مش هتاكل معاه، مش هتاكل معاه خالص كمان يعني، والجمهور يحس ان في مشاكل. ما بالك بقى الهويه الدفاعيه بتاعتك دي مع شويه نتائج مضروبه في الخلاط كلها تعادلات. اكيد الجمهور مش هيبقى طايقك ولا طايق سيرتك ولا طايق حتى اي حاجه تيجي منك. ليه بقى؟ لان انت بسم الله ما شاء الله لا بتقدم كره جميله ولا بتجيب نتائج. الناس هتقول لك انت كويس ليه؟ الناس هتقول لك كمل ليه؟ اقول لك جدع مدرب بسمله في الحياه النتائج. جابها باداء كويس باداء سيء الجمهور كده كده هيقول له عايش، طالما بتجيب لي نتائج مش هتكلم معاك. انها بتجيب ليش نتائج في الدوري واخر 6 ماتشات 4 تعادلات في الدوري، ايه الافتراء اللي انت بتعمله ده؟ والفرقه بسم الله ما شاء الله يعني انت مقرر انك تلعب بشكل دفاعي وعندك مشكله في كل كره عليه، اللي هو كل كره ثابته عليك فيها مشكله فنيه. طب يا عمي يعني عايز ترجع الفرقه تدافع؟ وقفهم صح. يعني امبارح فرقه وفاق سطيف ايه اخطر كورتين بالنسبه لوفاق سطيف؟ الكره اللي جت في العرض دي كانت كره ايه؟ كره ثابته. الكره اللي قبلها كانت كره ثابته. اغلب المشاكل اللي عندك مشاكل كرات ثابته، يبقى ده لا مؤاخذه مشاكل مدير فني مش عارف يوقف لعيبته. يا اما انت مش عارف توقف لعيبتك، يا هم اللعيبه سيئين لدرجه ان هم حتى وانت بتحاول تشغلهم على الكرات الثابته وازاي يقف في الحاله الدفاعيه مش عارفين يقفوا. فانت بالتالي عندك مشاكل كتير. يعني المفروض ان انت فرقه على الورق واسامي اتقل بكتير من لعيبه وفاق سطيف. اسماء الرجاء عندها لعيبه اتقل بكتير، اتقل من لعيبه وفاق سطيف. فمنتظر ان لعيبه الرجاء تقدم اداء كويس. يعني واحد زي محسن متولي من الاسامي الثقيله في الكره المغربيه، واحد مثلا زي محمد النهيري من الاسامي الثقيله برضه، واحد زي عبد الاله مدكور، واحد زي مروان هتهودي في غياب انس زنيتي لقينا حارس كويس اسمه مروان فاخر
فلا في عناصر بشريه كويسه في الرجاء، انما الاداء السيء اللي انت بتقدمه ده غريب. مهاجم زي المهاجم اللي عندك اللي هو محمد عزريده ده، واحد بيعمل فارق يعني، واحد عمل تشيب جميل جدا خلص لك بيه مباراه. واحد مثلا زي المهاجم الافريقي اللي هو كابونجو ده، مفترض ان هو برضه لعيب يعمل لك فارق، واللعيب الهاف اللي وراه اللي انت جايبه من الكونغو مفترض ان هو يعمل لك فارق. يعني انت عندك زاد بشري كويس، عندك زاد بشري تخليه ان هو يتطوع تحت امرك لو عايز تلعب بشكل هجومي، ولو عايز تلعب بشكل دفاعي اعرف العب بشكل دفاعي بس اعرف اخطف مباريات. انما الازمه بالنسبه لك انك بتلعب بشكل دفاعي وما بتعرفش تدافع ولا بتعرف تخطف مباريات، ولا المباريات اللي في الدوري المغربي بتكون بالنسبه لك كرجاء مفترض ان هي سهله ما بتعرفش تكسبها. ليه؟ لان انت عندك هويه دفاعيه فقط، هويتك الهجوميه على الله حكايتنا. فدي بالنسبه للمدرب زي مارك فالموتس جريمه لا تغتفر بالنسبه للجمهور الراجع، لان الناس بتحب الكره جميله. ما قدمتليش كره جميله اشفع لك النتائج، ما بتقدمليش نتائج ايه تاني اللي اشفع لك؟ يمكن الناس محترمات لانك دلوقتي بتصدر المجموعه، انما لو حصل لك اي دروب في دوري المجموعات ما تطلبش مني ان انا احترمك لانك عندك سي في، لان احنا زي ما بنقول الموضوع ملوش اي علاقه بالسي في خالص. التدريب في افريقيا ملوش اي علاقه بالسي في اطلاقا. مباراه ما حسيتش ان انا خسرت كتير لو ما اتفرجتش عليها، يعني عكس مباراه النهارده مثلا اللي هي هتكون ما بين شباب بلوزداد وما بين الترجي. لا دي فرقتين مفترض ان هما في نسق صعودي، انما انت بتتكلم على فرقتين، فرقه هويتها الدفاعيه ضايعه وفرقه تانيه مش لاقيه فلوس، فطبيعي جدا المباراه بصراحه هتكون سيئه. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو فرايك واحترم مرهوب.